السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم ببرنامجنا كوفي كورنر ونرحب بالاستاذ عبد السلام الخضاري والكابتن عبد السلام الخضاري. طبعا أنا عرفت أنك أنت تدرب أمامي. نعم. أبي 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 أعرف اكزاكتلي exactly أنت شنو اللي قاعد تدربه بالضبط أو تمرنه. أنا أول شيء لعبت أمامي. حلو. تمام. بالأمامية اول شيء لعبت عند كابتن اسامه الصعيدي اي نعم اخذت نعم. منه اساس المصارعه حلو عند عند كابتن اسامه وكابتن اسلام حلو تمام وأهم العب بالجيجيتسو البرازيليه ممتاز اللي هاي تصير ارضي تصير اي نعم ايوه الحزام بنفسجي واصل اي ما شاء الله والحين ادرب مصارعه حق الجوجيتسو اه ممتاز اللي تصير تصير هي يسمونها ارضي اي نعم شلون اني اطيح اللاعب واثبته حق لعبه الجيجاتسو ممتاز لان لان قاعد اشوف انا الالعاب لعبه مثل اليو اف سي والام لما يلعبون البطولات آه في ناس تلعب ابر وناس تلعب اللي هو الجراوند إيه. اي ليش اخترت هذه آه اللعبه؟ حبيتها ليش؟ <applause> انا الحين مثلا بطلع برا ولا بوص ولا بلعب اي لعب حلو ما احب اكون ضعيف في مكان معين ممتاز احب اني اكون متكامل ممتاز يعني بلعب ستاند راح اقدر العب وياك وانا واقف، حلو. العب وياك تحت راح العب وياك وانا تحت ممتاز بساطة ممتاز، انزين كابتن انا ودي يعني اسال شلون انت تعد اللاعب مال الانمي؟ شنو شنو اذا الحين مثلا جاي انا الحين بودي جايب لك نقول ولدي من من اي عمر انتم تقبلون طفل يعني من خمس سنين وطالع اه ممتاز خمس سنوات خير. خمس سنوات يقدر يقدر يلعب بس احنا راح نراعي انه ماكو طق على حلو يكون البوكسات هالجسم. ممتاز. على الجسم نركز اكثر شيء على الجرابلينج المصارعه والجيجيتسو تحت اه ممتاز فزين فتره اعداده يعني انا الحين انا بيع عد لاعب اه خلينا نقول انت يمكن شفت عند هذا اه اه موهبه ايش اه انا اه اه اه. اذا انا بلعب بلعب هاللاعب بطوله ايش انا اقدر اعده؟ شوف اذا احنا نبي نتكلم عن الفنون القتاليه المختلطه حلو اعداد اللاعب شيء وايد صعب ممتاز. ليش؟ لازم تكون اللاعب متكامل يعني لازم تكون قوي بالملاكمه بالكيك بوكسنج بالمصارعه صح بالجيجيتسو 100% لازم تلعب كل هاللعبات ممتاز. يعني انت تبي تلعب لازم تمرن عند مدرب ملاكمه مختص ممتاز انت بالنهايه انا اعطيك يعني الفنون القتاليه هو إيه. ليس يسموها ميكس إيه. مارشال ارتس ميكس مارشال ارتس إيه. مثلا انا الحين اختص بالقرابلنج انا راح اعطيك بالجرابلنج كله ممتاز الستاند تشوف لك مدرب ملاكمه ولا مدرب كيك بوكسنج او موتاي او موتاي صح تروح تتمرن طبعا هاي كان الاعداد البدني الاعداد البدني لازم كله مدرب مختص ممتاز اذا انت تبي تتكلم كبروفيشنال انا انا بزهر البطوله ما يصير انا اي اقول لك انا اعرف كل شيء انا اعرف اعداد بدني انا اعرف ادربك ملاكمه اعرف ادربك جيجيتسو لا 100% مثل ما يقول ان كل واحد له اختصاصه الاختصاص اللي هو المفروض يسويه اي نعم وطبعا انتم اذا بطولات من اي سن تبدا بطولات؟ من خمس سنين وفوق طبعا اه يعني في بطوله حق خمس بطولات طبعا في لها قوانين انها تحمي الاطفال ماكو طق على الوي طق على الجسم مثلا اذا نزلت للارض ماكو طق اي يعني تثبت اللعبه وتاخذ سب اه يعني ما تسوون نفس الطق هذا اللي في اليو اف سي بالارض حق الطفلين الطفل طق ما راح يخاف ما شاء الله <applause> <applause> فسبحان الله يكون مثل الطفل يرعب في اطفال عندهم مراعة زين آه خلينا نقول في ساعات في ناس بتيب عيالها لانه هو عنده يعني مثل عند الخوف أيه. عند الخجل عند هذا طبعا تمرين التكنيك بروحه طبعا شوف اول شيء دام انه يستحي او بشكل عام مثل ما انت قلت او ممكن أوه. في خوف أيه. عنده اي خوف هذا آه راح تمشي وياه انت شوي شوي ممتاز باي ستيب حلو يعني مثلا في ناس يدخله على طول فايت، لا انت شي قاعد خ... قاعد تكرهها بالمكان، أنا اول شيء اني انا أسوي اخليه يحبني انا كمدرب ممتاز. يحب المكان يحب النادي يحب الرياضه يحب ربع الموجودين، بعدين انت راح تمشي على على موضوع الفايتات على موضوع التكنيك، انت اهم شيء انك تحبب الطفل بالمكان بالنهايه هو صغير اذا حب اللعبه واذا حب المدرب اللي قاعد يعطيك خلاص انت شنو تبي هو راح يسوي تقول له روح العب راح يدش يلعب وهو مخايف بالضبط شلون الياهل مثل العجينه انت اللي تشكلها وهذا هذا شيء شيء وارد يعني وساعات ممكن ممكن يعني ما يمكن ما حصل لكم في حال مثلا يتدرب باللعبه هذه لك ما فيها عادي صارت اي يعني ما, ما شاء, شاء الله يعني الصغار اكثر شيء تجون حكرات كره القدم اي بالضبط أي اسهل شيء اي اسهل شيء واحسن شيء يعني في انا شوف انا اقول العب كاراتيه وانا عمري 10 أه سنين حلو يعني صار الحين بالضبط انا العب في قتاليه من صار لي يمكن 43 سنه ما شاء الله يعني انا ما راح اقول 53 سنة بس انه يعني العب في قتاليه صار لي 43 سنه يعني انا لو تدور فيني الدنيا راح العب قدم <applause> راح العب قدم فبس يعني بس هم راح اكون انا يعني العب في القتاليه لان في القتاليه طبعا وايد غيرت فيني وايد يعني. أه بس صح كلامك يعني تلاقيهم مثلا هو يعر على الغدر. على القدم لان للحين احنا ما انتشرت الثقافه وايد في اللغه التاليه المختلطه يعني الحين انت عندك اكثر شيء منتشر من الجيجيتسو البرازيليه صح للامانه منتشره بشكل وايد كبير والكويت مستواها وايد قوي بالجيجيتسو اي ما شاء الله يعني انت هني عندك ابطال عالم اي قاعد اشوف ما شاء الله انجازات عندنا وايد قويه انجازات ما شاء الله يعني انت ايه. عندك ناس موجودين هني قاعد يروحون يسافرون على حسابهم قاعد يطقون ناس قوايه برا بالضبط يعني انت عندك خامات طيبه انتاج بالضبط بس كل واحد قاعد يدعم نفسه يمشي بالضبط ليش أول اللي يدعم نفسه قاعد يدعم احنا يدعمل يدعمل احنا... <تصفيق> احنا... <تصفيق> احنا حابين المجال احنا حابين صح؟ اللعبه هنا يعني ما شاء الله انا قاعد اشوف انا ما شاء الله عندنا وايد ناس وايد عندنا مواهب وايد زينه خصوصا بالفنون القتاليه صح والالعاب أه... الفرديه يعني صح ف وسبحان الله الناس قاعد تسافر على يعني بروح على حسابها عشان تسوي انجازات مع نفسها يعني نحن الحين الحين ماكو اتحاد حق الامامي بالكويت الامامي لا ما لها اتحاد تنزل هي كاتيجوري تحت شنو بالضبط؟ اللجنه بس للحين هم ما لها لجنه رسميه على ما اعتقد كنا <applause> حاطينها مع لجنه الجوجيتسو وعفوا وعفوا من اللي ماسك اللجنه هذه؟ من اللي يعني اللي اللي قائمين على اللجنه هذه بالضبط؟ آه على ما اذكر واحد كابتن احمد البصيري اوكي اي بل عارفه نعم في نار على اي اسمع أنه اي ف... يعني ما المفروض يعني خلاص يعني اذا بدمجنا تتحول الى الاتحاد يعني المفروض هو ما شاء الله اللي عمل عالميه حيل عالميه صح اي وفئات يعني, و و و و و و يعني احنا نتابع بنشوف بالتلفزيون اليو اف سي والسوالف آه هذه بس انت هني عندك للامانه مثل ما قلت لك الجيتسو هي اللي انك آه صح يعني اذا اذا في فكره انها تصير اتحاد انا اختار الجوجيتسو هي اللي يصير لها اتحاد بالضبط ما شاء الله انت الحين عندك عدد مدربين كبير عدد نوادي اي ما شاء الله وايد ناس يعني تدرب ايه جوجيتسو ايه. ما شاء الله في اعداد كبيره وقاعد تشوف انجازات وايد عرفت يعني لو يروح لك مثلا اربع لاعبين كلهم بيطلعوا لك ميداليات اي ما شاء الله قاعد اقول لك انا انا متابع الامور هذه يعني انا يعني كمدرب كرياضي يعني وخصوصا في الوقت في الحالية احب اشوف الانجازات اللي قاعد تصير مثل من من ملاكمة من, من كيك بوكسينج من جوجيتسو من طبعا الميل الكاملة الكاراتيه الشوتوكان التايكوندو الجودو اللعبات هذه قاعد اشوف ما شاء الله احنا في فرقتنا او او لاعبينا قاعدين انجازات زين استاذ انت شنو شنو طموحك ان شاء الله عقب البنفسجي يعني صح بنفسجي صح؟ بلسجي. إيه وين 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 بتوصل؟ هل انت بتلعب بطولات؟ انا يعني؟ العب بطولات. اي والحلو بالجوجيتسو انها البطوله حق يقول لك إن جوجيتسو فور لايف. يعني انا انا داش مثلا حزام ابيض عمري 45 م تقدر تلعب مع ناس باعمارك. بالضبط. ما آه راح تلعب أوكي. مع... أيه. فيه فيات. فيه إيه أيه. يعني في فئات الفئه مالتك هي تلعب وياها. يعني مثلا ماستر 1 من 30 ل 35. اي ما شاء الله يعني ما تلعب مع ناس صغار ولا هذا. في فئات تقدر انت برغبتك تسجل والله بلعب فئه الادلت. يعني اللي هم الشباب هذا شيء راجع لك انت اي شيء راجع لك لكن اذا بلعب انا مع الناس اللي نفس سني ونفس ال اختيارك انت اختيارك انت تدش وتسجل اه ممتاز يعني حق الاعمار والله صراحه شوف انا انا بقعد اسولف على الموضوع هذا احنا قاعد يمكن ثلاث ايام استاذ وكوتش مشكور ما قصرت على قبولك دعوه <شيغفلي> البرنامج و... وان شاء الله الساده المشاهدين يعني استفادوا مثل ما انا استانست من الصراحة الحوار معك والاستفاده وال... ان شاء الله نقدر ناخذها وان شاء الله اتمنى ان احنا المقابله الجايه قاعد وياك تقول لي والله الاتحاد هو اللي إن, شاء الله الله. ان شاء الله يا رب إن, ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله الساده المشاهدين ان شاء الله, إن شاء الله. <التسوق> كانت الحلقة هذه خفيفة عليكم سماء أنا حبيتها صراحه وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه يعني من برنامجكم كافي كورنر